أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم النهاردة إنها هتستقيل من منصبها، وده علشان تقدر إنها تقضي المزيد من الوقت مع عائلتها. وقالت وولستروم إنها بذلت قصارى جهدها في مهمة أو مهمة جعل السويد يعني دولة آمنة ومحترمة دوليا. ومن جانبها قالت الحكومة السويدية إن وولستروم أعربت عن رغبتها في مغادرة منصبها في أقرب وقت، إلا إنها يعني ما حددتش ميعاد معين لده. طبعا بنتمنى ليها الاستمتاع مع عائلتها، يعني ده حلم كل واحد بيحقق حلمه بطريقته، فده حلمها، بنتمنى ليها انها يعني تستمتع مع عائلتها في تحقيق حلمها.